نعم، هو اليوم الثاني المنتدى واليوم الأخير وجلسات جديدة مختلفة يتحدث فيها أكثر من 140 متحدث لألفين وأكثر من بتواجد أكثر من 2000 خبير من أكثر من 63 دولة في العالم. هذه الجلسات اليوم أيضا تتحدث عن الأمن السبراني الوطني، وتتحدث الجلسات عن الاستثمار السبراني والابتكار السبراني، ومن الجلسات أيضا عن المجتمع السبراني. هناك ثلاث منصات سبرانية مختلفة عن يوم أمس، منصة مختصة في الصحة ومنصة مختصة في المرأة ومنصة سبرانية أيضا مختصة بالقطاع المالي. وبما أني ذكرت القطاع المالي، معي الأستاذ علي الشائع ليتحدث أكثر عن القطاع المالي، وهو مختص في القطاع المالي في أحد البنوك المصرفية. أهلا بك أستاذ علي. ودي في البداية بما سأسألك مباشرة، البنوك من أكثر القطاعات في السعودية التي تفتح الخدمات الإلكترونية والأونلاين للمستخدمين، أنتم في قطاعات المصرفية وفي قطاع المصرفي بالتحديد، كيف تعززون مثل الأمن السبراني سواء لمؤسساتكم أنتم أو حتى للأفراد على المستوى بشكل عام؟ زي ما ذكرت، القطاع المصرفي من أهم القطاعات المؤثرة على باقي القطاعات. إذا تكلمنا عن مشاكل تواجه القطاع المصرفي، معناها نتكلم عن مشاكل راح تؤثر على المبيعات، راح تؤثر على الأسواق، راح تؤثر على المجال الصحي، على أي شخص، على أي مجال الشخص يحتاج يتواصل فيه. فكون القطاع المصرفي من الأهداف الرئيسية لنا حمايته والتأكد أنه كل الخدمات الموجودة في القطاع المصرفي مؤمنة تأمين كامل. احنا نتكلم زمان الناس تستخدم الكاش وتستخدم الفلوس، الآن رصيدك عبارة عن أرقام ما تشوفها، ما تلمسها، أرقام موجودة في الحسابات البنكية. فنحرص أن تكون هذه الحسابات محمية بشكل كامل، في تكامل كامل بين الإدارات الحكومية المختلفة. الآن زي ما ذكرت تقريبا المواطنين يستطيعون يفتحون حساب عن طريق الأونلاين، ما تقدر تفتح حساب إلا لأنه في تنسيق متكامل. أنت لما تبدأ عملية فتح الحساب في إجراءات تصير يعني ما يحس فيها المواطن ولا يحس فيها العميل، تتم بين القطاعات الحكومية المختلفة، في تكامل كامل موجود، يتأكد من شخصية الإنسان العميل، يتأكد من كل المعلومات اللي الموجودة، ناخذ حتى المعلومات مثل العنوان الوطني وغيرها، معلومات من أنظمة ثانية موجودة في البنك في الحكومة. فإذا ما كانت هذه الأنظمة متكاملة ومحمية بشكل كامل، معناته بيكون فيه مشاكل كبيرة، ويمكن تكون عمليات احتيال وعمليات اختلاس وعمليات زي ما كانت بالسابق عن طريق العمليات التقليدية السرقات، الآن تصير السرقات الإلكترونية. فالآن العالم رقمي، كل شيء عن طريق